متفاجئة فيك كتير. عم شوف مهند تاني قبل ما أفهم مهند الأول. حاسة إلك أكتر من وشه، لهلأ ما بعرف أنا وشك الحقيقي. أنا ما بعرف وشي الحقيقي. اتصلت بشرى من شوي. البنت عم تستناك، حرام عليك. روح لعندها فورا، هي بالبيت. قديش حلو الوقت اللي قضيناه مع بعض. صحيح، حلو كتير. لما بكون معك بنسى كل شيء، الزمان والمكان، وبنسى حالي. بس صار لازم تتذكر انت رايح هلا لعند بشرى. ماني حابب روح بلاها اليوم. اليوم كتير خاص بالنسبة لي، ماني حابب انزعل، مو حابب اكذب عليها، ما بدي اخدع حدا بقى. حابب اليوم على قليلة تكوني إلي. عشان ما أكل شي كف. لا تردي. ايه ماما. وينك انتي؟ مت من الخوف عليكي. عالطريق عم سوق السيارة. مهند معك هلا؟ ايه شوفي. انا يلي عم اسألك، وينك انتي؟ شو عم يصير؟ عم حاول خفف عنه شوي، حرام قلبه مكسور. ارجعي على البيت فورا، انعام خانو هون كمان. بعرف عدنان خبرني انه هون. عجلي سمر، في حكي بدي اقول لك اياه. بعرف شو بدك تقولي. مستحيل تتوقعي شو بدي اقول لك. مهم كتير، تعي بسرعه. لازم تتصالح مع بشرى فورا. اللي عشناه من شوي كان حقيقة. ما بيصير هيك، لازم تتصالحوا.
من شوي اعترفتي لي بشغله. ابدا. ما فيك تنكري. انت ما بتعرف شو يلي عم نعمله، هذا بشع كثير. لا بعرف، بس ما فيني امنع حالي، ما فيني امنع حالي عنك، وانا جنبك ما بحس بحالي، بصير ضعيف وكثير صغير، بينشل عقلي، بعمري ما عشت هيك شيء. حتى انا متفاجئ، ماني مصدق اللي عم يصير. يعني عم بعيش مشاعر ما عم بقدر اوصفها. بعرف انه رح نتعذب، وبعرف انه مستحيل هالشي بالرغم من محبتي الك. من شان الله انسى وخلينا ننسى، ما صار اي شي، خلصنا بقى. من شوي كنت بالنار، كنت جوات اللهب، هذا حريق، عم بحترق بس ماني عم بحس بألم.